استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الصغير. استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسلام على جلالته بمناسبة انعقاد اجتماعهم 31 في مملكة البحرين، حيث نقلوا إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التقدم والرخاء، فيما كلفهم جلالته بنقل تحياته لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته الخالصة لشعوبهم الشقيقة باطراد التطور والازدهار. ثم ألقى الدكتور عمر بن سعيد العبري من سلطنة عمان الشقيقة كلمة الشباب المكرمين، قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم في حفل تكريم القيادات العليا الذين تولوا مناصب قيادية عالية في قطاع الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكريم الشباب المبدع والمتميز. وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى يرعاه الله بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا الالتقاء بكم مجددا في بلدكم مملكة البحرين بعد مرور 4 سنوات على إطلاقنا لأول تكريم للقيادات الذين تولوا مناصب قيادية في مجال العمل الشبابي والرياضي، وكان لهم دورا جليا في النهوض والارتقاء بهذين المجالين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكريما أيضا للشباب الخليجي المبدع والمتميز الذي له إسهامات وأدوار بارزة في تطوير وخدمة المجتمع. وأننا نتطلع من شبابنا أن يكون لهم دورا وإسهامات عالمية لتحقيق السلام والتعايش والتنمية المستدامة. وقد أطلقنا هذا العام جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعين من خلالها المؤسسات والمنظمات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد ليكون لهم دوراً
في تمكين الشباب لتحقيق هذه الأهداف، والتي تسعى لتحسين الصحة والتعليم وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير طاقة نظيفة ومعالجة تغيير المناخ وغيرها من الأهداف التي ستساهم في تنمية دول العالم بشكل مستدام. أكرر ترحيبي بكم متمنياً لكم طيب الإقامة، كما أتمنى لاجتماعكم كل التوفيق والسداد، متطلعين منكم كوزراء للشباب والرياضة الوصول إلى قرارات تنفيذية تحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتساهم في تمكين الشباب وإشراكهم في بناء حاضرهم ومستقبلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم، يلقي الآن الدكتور عمر بن سعيد العبري من سلطنة عمان الشقيقة ممثلاً عن الشباب الخليجي المكرم هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الشرف والاعتزاز أن أقف أمام حضرة جلالتكم في هذا اللقاء الذي نفتخر به جميعا، هذا اللقاء الذي يجمع بين القائد العظيم وباني نهضة البحرين والداعم الأكبر لمجلس التعاون الخليجي والحاضن للشباب والموجه لهم والراسم لطريقهم للمساهمة في بناء البلدان الخليجية، وبين أجيال تعاقبت على العمل الشبابي الخليجي المشترك. حضرة صاحب الجلالة أيدكم الله، يحمل اللقاء بجلالتكم بين طياته رسالة شكر وتقدير من الشباب الخليجي على دعم جلالتكم وأخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتوجيهاتكم السديدة بمنح الشباب الخليجي الفرصة الكاملة ليثبتوا قدراتهم الكبيرة لبناء أوطانهم والمساهمة الحقيقية في التخطيط لمستقبلهم. حضرة صاحب الجلالة، لقد تابع شباب الخليج العربي بكل اهتمام قرارات جلالتكم وأخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتكم الأخيرة التي عقدت في مملكة البحرين، وما جاء في إعلان الصخير والذي مثل نبراسا يضيء للجميع دروب دعم الشباب والارتقاء بهم، والذي شدد على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسخ الهوية الخليجية وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل. حضرة صاحب الجلالة، ختاماً نتقدم لجلالتكم خالص الشكر والتقدير على تكريمكم على تكريم جلالتكم للقيادات الخليجية التي كان لها دور في إدارة دفة العمل الشبابي في خليجنا العربي، وتكريمكم للشباب المبدع والمتميز الذي قدم وما زال يقدم الكثير من الإنجازات والمبادرات. فكل الشكر والثناء لجلالتكم وأخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على دعمكم للشباب. أدام الله على جلالتكم وفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى يرعاه الله بمنح وشاح الامتياز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيادات العليا العاملة في مجال الشباب والرياضة، ومنح ميداليات مجلس التعاون للشباب المبدعين والمتميزين في دول مجلس التعاون الخليجي. أولاً، القيادات العليا من قطاع الشباب والرياضة بدول المجلس: معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة مملكة البحرين،
معالي السيد عبد الرحمن العويس دولة الإمارات العربية المتحدة. معالي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح من دولة الكويت. معالي السيد أحمد الطاير من دولة الإمارات العربية المتحدة بالنيابة سعادة السيد إبراهيم عبد الملك محمد. سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي دولة قطر. سعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح دولة الكويت. سعادة السيد محمد بن صالح القرناس المملكة العربية السعودية. سعادة المهندس خلفان بن صالح بن محمد النعبي سلطنة عمان. سعادة السيد محمد فرج قاسم الخنجي دولة قطر. ثانياً الشباب المبدع والمتميز الذي له إسهامات وأدوار بارزة في تطوير وخدمة المجتمع بدول المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة خلود عبد الباسط الحمادي. عبد الله علي الخميري. مملكة البحرين الشيخة هالة بنت علي آل خليفة. عمر فاروق العوضي. المملكة العربية السعودية راكان سهيل الشمري. حسن أحمد الصرخي. سلطنة عمان سالم بن أحمد الحبسي. الدكتور عمر بن سعيد العبري. دولة قطر محمد صلاح الكواري. مبارك محمد أحمد جابر. دولة الكويت أحمد نقا المطيري. جوري محمد العازمي.